إذا حضرت أنا وزوجتي وأختي وزوجته في مجلس وأخي وزوجته في مجلس واحد فهل هذا جائز؟ لا بأس أن يجتمع العائلة في مجلس واحد، لكن مع الحجاب والستر وبعد عما حرم الله. والمرأة مرأة أخيك عندكم أو مرأة خالك أو مرأة عمك أو ما أشبه ذلك عندكم في المجلس أو في البيت، هذا لا محذور فيه، هذا من عهد النبي إلى يومنا هذا. الناس يتزاورون ويزور بعضهم بعضا ويتصل بعضهم بعضا ويزور الأجنبي بلاد أصدقائه وبيت أصدقائه ولو كان غير أحد، ويكون نساؤه مع نسائهم وربما اجتمعوا جميعا لكن مع الحجاب والستر والبعد عن الكلمات الخبيثة النابية، هذا كله لا حرج فيه. إذا لم يكن هناك الحجاب، إذا لم يكن هناك الحجاب ما يجوز، يجب عليها أن تستتر ولا تبتعد، لا تجلس معه. وإذا كانت لا بد من جلوسها فليقم هو الذي يستحضر بله أو يغض بصره ويبعد عنها حتى يكون امتثل أمر الله. نعم. إذا كانوا محارم لا بأس، إذا كان مع زوجته مع أخته مع عمته لا بأس، لا أما مع زوجة أخي لا، أو زوجة خاله لا، لأنه يرى شيئا منها على الأقل عندما ترفع يدها.